اليوم عصيب، ولكن بالتوازي للعملية العسكرية المكثفة، هناك قصف للمدن ومحاولة للسيطرة على الحزام، حزام حوض آزوف، وكذلك تطويق ميناء أوديسا، وكذلك المحاولة للسيطرة على مدينة نيكولايف. هناك حراك دبلوماسي حديث، أن الرئيس أردوغان يحاول أن يكون وسيطا بين الرئيسين الروسي والأوكراني، وحتى أن إسرائيل دخلت على الخط وهي كذلك تحاول أن تأخذ يعني حصتها من الوساطة الدولية. طبعا نترقب كذلك الوساطة الصينية، وستكون وساطة ثقيلة وربما ستحسم جزئيا هذه المسألة، ولكن نستطيع أن نقول بأن الطرفين توصل إلى الذهاب إلى جولة ثالثة يوم السابع من الشهر الجاري، أو يوم الاثنين، من أجل حل المسائل. أولا المسائل الإنسانية، يعني المسائل الإنسانية وهي أصبحت ملفا خطيرا وشائكا، وكذلك المسائل المرتبطة بمقام أوكرانيا، يعني الذهاب إلى أن أوكرانيا ستصبح دولة حيادية حسب الروايات الواردة، يعني هذه ستكون نقطة تماس. طيب لماذا هنالك، قرأنا اليوم رمضان تراجع عن فتح هذه الممرات الإنسانية بعد ما كان فيه اتفاق حولها؟ طبعا بالنسبة لروسيا يعني هي تراجعت، وفهمنا ذلك أنها واصلت العمليات العسكرية في مدينتي يعني ماريوبل، وخاصة مدينة ماريوبل الاستراتيجية. كل ما في الأمر أن روسيا تريد أن تكون المسالك من صناعتها ومن هندستها لكي يذهب الأوكرانيون إلى روسيا وإلى المناطق التي تسيطر عليها لكي تأخذ هذا الزخم البشري لحساباتها المستقبلية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أظن أن روسيا تخاف أن الوطنيين والمتشددين من الفرق ما يعرف بالنازية الجديدة في القاموس الروسي، أنهم سينسحبوا تحت مظلة المسالك الإنسانية ولن يتمكنوا من يعني السيطرة عليهم، وثم يعملوا على إعادة هيكلة الدفاعات خارج السيطرة الروسية، وستكون موجة أخرى ضد التوسع الروسي. طيب ماذا عن الاتهامات المتبادلة، التصريحات المتبادلة طبعا بين الخصمين اليوم اللي هم أوكرانيا وروسيا، خاصة حول هؤلاء اللاجئين النازحين الطلبة الأجانب؟ خصوصا روسيا الآن تتهم أوكرانيا بأنها تتخذ هؤلاء ذروعا بشرية، لا تريد تسهيل ممرهم أو خروجهم للدول المجاورة. أوكرانيا أيضا تتهم روسيا بأنها تصعب الأمور. طبعا نحن نلمس أن هناك تسهيلات للأجانب خاصة الطلبة، وتقريبا يعني هناك ممرات وقطارات، قطارات اللجوء تعمل يعني ببرنامج وبرزنامة مكثفة ولكن منتظمة، وهناك منظمات خيرية والصليب الأحمر والدولة الأوكرانية والأمن الأوكراني يحاول أن يسهل مسألة وصول اللاجئين وخاصة الطلبة الأجانب إلى المناطق الغربية والحدود الغربية، أقصد هنا بولندا ورومانيا وغيرها من تلك الدول. ولكن روسيا تريد أن تستغل موضوع طبعا الطلبة في المناطق التي هي تقوم بقصف تلك المدن، يعني المسألة أن ليست أوكرانيا تقوم بيعني حجز هؤلاء الطلبة، الطلبة أصبحوا أو الأجانب أصبحوا رهائن للقصف الجوي مثل أي مواطن أوكراني. طيب رمضان، ماذا نعم. عن غض الطرف عن سلبية هذا القصف، سئل غير ما مر لافروف أيضا وزير الخارجية الروسي عن هؤلاء الضحايا من المدنيين، ضحايا هذا القصف، وصفوه بأنه قصف همجي، لكن رد لافروف قال لماذا لا تتكلمون عن المدنيين ضحايا القصف الغربي في العراق وفي ليبيا وفي فلسطين وما إلى ذلك؟ طبعا هو يساوم ويناور، وأكد، أنا استمعت إليه كاملا، وقال أن هذه ضرورة الحرب، لأن عندما تكون عملية حربية فإن الضحايا المدنيين يعني عبارة عن فرز حتمي لهذه العملية، وهو يتأسف ويقول أن حياة الإنسان هي بدون ثمن. طبعا هذا تعقيب فلسفي ومحاولة للهروب من السؤال. أما ما يخص الميدان فنظن أن روسيا تريد السيطرة على عصب الاقتصاد الأوكراني بما في ذلك
الطاقة بما في ذلك الغذاء، ما في ذلك الزراعة للقمح والذرة وكل هذه الأمور وعباد الشمس، لأن المناطق التي تسيطر عليها، وإذا رأينا وتابعنا يعني تحركات القوات المسلحة الروسية فهي تحاول أن تخنق أوكرانيا اقتصاديا ولوجستيا، وثم تحاصر العاصمة من كل الجبهات وتدخل في مفاوضات للاستسلام. طبعا روسيا تخاف أن تدخل في العاصمة بمعداتها وترسنتها، فإنها ستكون مجزرة، لأن العاصمة تظل يعني محصنة، يعني تحصين وثيق من الدفاع المدني والقوات المسلحة والمخابرات، وكذلك هناك من يساعد وفيلق للأجانب. نعم. حتى أن الكثير من يعني المتطوعين الذين آتوا من يعني أجانب، طبعا هذا أمر واضح ولديهم خبرة.